مرة أخرى نتواصل أعزائي المشاهدين. كابتن أحمد لي الحل، هنعمل إيه؟ يعني زي ما قلت حضرتك من شوية إن الأمور دي مأثرة بالتأكيد وتأثر على مستقبل الرياضة في مصر. الحل اللي نقدر من خلاله نوصل لقرار حاسم ونوصل لقانون رياضة جديد يتوافق على الجميع. والله أنا شايف إن الحل قلناه في خلال الفترة اللي فاتت ولما اجتمعت المجموعة الأخيرة مع الدكتور حسن قلنا إن إحنا هننتظر اللي هيرده لجنة الأولمبية الدولية ويجب أن يكون هناك قاعدة ما بين السيد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في وجود كل الناس اللي موجودة الجمعية العمومية للرياضة في مصر بحيث أن ما حدش يقدر يقول ما قلتش وما حدش يقدر يقول لا والله أصلا أنا كنت بقول كذا وقصدي كذا. لا، الموضوع يخلص وهم قاعدين ويخلص هذا الموضوع لمصلحة مصر وليس لمصلحة شخص من الأشخاص أي مكان هو. طب هل شايف من خلال متابعتك ووجودك في الفترة دي ان احنا على اعتاب ده ولا شايف ان الصورة مظلمة؟ لا انا شايف ده انا شايف ان يعني بس تبطل حكاية اللوبيهات اللي ملهاش لازمة ومش هقدر اتكلم في اكتر من كده يعني لوبيهات اعلامية؟ لا مش هقدر اتكلم في اكتر من كده، انا بس عايز اقول ان المعنيين بهذا الموضوع عارفين سواء من الجانب ده او من الجانب ده تجنب للمصلحه العامه. مش عايز لوبيهات ولا حد يجنب لنفسه ولا حد يعمل لنفسه ولا لموقعه ولا اي حاجه في الدنيا. مصر فوق الجميع بعيدا عن شخصنه الامور ايا ما كان. انا بقول لحضرتك مصر فوق الجميع ويجب ان ينظر الجميع الى مصر وليس للكرسي ولا للقعده ولا لمين ولا فين ومش هقول ليه انما ده هيبان في الفتره اللي جايه. طيب الاعلام شايف، كنت سالت حضرتك قبل الفصل، شايف تتعاملوا مع الرياضات يمكن الشهيده يمكن عايزين نقول عليها ان هي ما بتاخدش الاهتمام بشكل كافي، هل ده اتغير؟ احنا بنعاني منه من سنين، هل شايف ان في نظره جديده للاعلام للرياضات دي؟ والله الى حد ما لان في احسن، في تطور يعني الى حد ما، بس هو التطور ده تطور اجباري. بمعنى ايه؟ حضرتك النهارده عندك قناه رياضيه مش هتقعد تتكلم طول النهار في كره القدم، هتتكلم شويه في كره القدم انما عايز تملى بقى الباقي فهتملاه بايه؟ في حاجه فيها اثاره، حاجه عايز تساهم فيها، عايز يبقى لك شكل مختلف، عايز تحط بصمتك الجديده كقناه او الى اخره. فبتبتدي تعظم من دور الرياضات اللي ملهاش حس اللي بتحاول يبقى لها حس وملهاش حس. فانا كنت اقترحت على السيد وزير الرياضه زي ما اقترحت على اللي قبله واللي قبله واللي قبله، بقى لي 5-6 وزراء رياضيين بقترح هذا الاقتراح ان يكون هناك تجميع للرياضات تتقسم فئات وان يكون البطولات اللي بتقام على مستوى هذه الفئات متعامل بيها مع تلفزيون، يعني بقى في حقوق بيملكها تلفزيون، هذا التلفزيون بيبقى النافذه بتاعت هذه الرياضات وفي نفس الوقت اللي فيه هيدي فرصه في هذه الحاله ان يكون هناك ممولين يكون هناك داعمين لهذه البطوله، هيبقى ليهم حافز ان هم يخرجوا بيها. واقترحت ايضا على الساده الوزراء واخرهم المهندس خالد عبد العزيز ان احنا يكون في اعلانات في الطرق لهذه الايفنتات لهذه التجمعات. ليه؟ يبقى في منفذ لما يجي اللي هياخد الشيله دي علشان يعمل سبونسرشيب او يعمل زي ما حصل مع دار اخبار اليوم مصر. دار اخبار اليوم واخده الشيله دي وهي مش عارفه ايه اللي لسه هيجي لها منها، بتحاول ان هي تعمل حاجه للبلد بشكل او باخر. الموضوع ممكن يكون ريسكي شويه بالنسبه لها بالظبط، ولكن بتحاول تعمل ده لمصلحه البلد. انما مش يعني الناحيه التجاريه بالنسبه له الحقيقه مش هتكون قويه قوي، انما هو باصص للدعم، باصص للبلد، باصص انه يعضد لها والى اخره، لكن هو باصص برضه للمستقبل والا ما كناش اتكلمنا على بطوله العالم. فلما تيجي بطوله عالم 100% هيبقى عندك سبونسرز والى اخره. ده الجزء. الجزء الثاني ان انت لازم يكون عندك منفذ لده، مش لمجرد ان اقول ان انا عندي ممول ولا سبونسر، هيجي لك منين؟ ما انت عندك منتج، منتج ده بطوله ايا ما كانت هذه البطوله، بتخش في مجموعه من البطولات. لو حضرتك محطه تلفزيون هتتعاقد على ده، هيبقى عندك اجنده، هيبقى عندك مجموعه من المعلنين اللي يقدروا يدوك ده. المعلن هيستفيد بوجوده على الايفنت اللي انت بتحطه في تلفزيون وبتحطه في الوسائل المقروءه والوسائل المسموعه. ففي الاخر خالص العمليه عمليه
استفاده من الجانبين وليس فقط استفاده من جانب واحد. طيب حضرتك تتفق معايا ان 2014 رياضيا ما نقدرش ما نجحناش فيها بالشكل اللي كنا بنتمناه وما حققناش فيه، خاصه في الرياضات الشهيره زي كره القدم على مستوى المنتخبات كان في اخفاقات بالجمله وكان في عدم نجاح سواء المنتخب الاول وعدم التاهل لامم افريقيا اللي في غينيا الاستوائيه، كذلك منتخب الشباب وكذلك منتخب الناشئين لم ينجح. على مستوى الانديه هتلاقي ان نادي الزمالك ومعاه وادي دجله خرجوا من بطوله دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي ونادي الزمالك، كذلك في الكونفدراليه الاسماعيلي ووادي دجله ما فيش غير نادي الاهلي في بطوله الكونفدراليه قدر يحقق الانجاز الكروي الوحيد في خلال هذا العام في 2014. معظم الناس اتكلمت في حصاد 2014 وقالت ان عام رياضي غير ناجح، ولكن زي ما قلت لحضرتك في العاب كانت قدرت انها تحصل على ميداليات منها منتخب اليد، التايكوندو، رفع الاثقال، المصارعه والعديد من الرياضات. الكاراتيه كمان كان ابطال جمال وشرفونا وكان ليهم دور كبير في رفع اسم مصر وعلم مصر عاليا وخفقا. الاجنده بقى اللي جايه عندنا في البدايه في كاس اسيا لكره القدم دي هتكون في استراليا بفتره من 19 يناير حتى 1 فبراير، عندنا كمان بعدها تحديدا كاس اسيا هقول لكم كمان ان في 9 منتخبات عربيه هتشارك في هذه البطوله، منتخب السعودي، الاماراتي، الكويتي، كذلك سلطنه عمان، الاردن، العراق، فلسطين، بعد حصولها على لقب كاس التحدي بتكون موجوده في كاس اسيا وهيكون في الفتره من 19 يناير حتى 1 فبراير، بعدها على طول كاس افريقيا اللي هنغيب عنها للمره الثالثه على التوالي امام غينيا الاستوائيه، و البطوله تكون من 17 يناير حتى 8 فبراير، بعدها على طول كاس العالم لكره اليد في قطر وده في فتره من 15 يناير و1 فبراير، وكان في ناس بتقول لك هنشارك لا مش هنشارك، لا دلوقتي العلاقات الى حد كبير بقت كويسه وبالتالي من الممكن ان منتخبنا يكون موجود بشكل طبيعي في كاس العالم لكره اليد في الفتره من 15 يناير حتى 1 فبراير. كاس السوبر الافريقي ده مباراه وحيده هتجمع ما بين وفاق ستيف الجزائري ممثلا او بطلا لدوري ابطال افريقيا، هيواجه طبعا النادي الاهلي كبطل للكونفدراليه الافريقيه. بطوله اخرى وبطوله العالم لالعاب القوى في بكين، وده كمان كابتن احمد هيكلمنا عنها بشكل اكبر ان احنا بنطمح بالتاكيد فيها في النجاحات في فتره من 22 حتى 30 اغسطس بطوله العاب القوى في بكين، اظن من ضمن اتجاه الدوله او اتجاه وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه المصريه انها نشتغل شويه على الالعاب الفرديه. انا معاك بس انا مش في الكاباسيتي او مش في سلطتي ان انا اتكلم أكيد على اكيد اكيد انا بتكلم لو اتكلمت لو اتكلمت كناقد هتكلم على كل اللي انا عايزه اكيد اعلامي كبير تقول الله يخليك انما لو اتكلمت بصفتي كمسؤول رياضه مش انا مسؤول اكيد انا ما اتكلمش عن انا ما اتكلمش عن العاب القوى ولا اتكلم عن اللجنه الاولمبيه ولا اتكلم عن الوزاره لان لهم متحدثيهم ولهم المسؤولين عنهم زي ما حضرتك عارف يعني انما انا لو كناقد هتكلم هقول ان احنا لا 2014 ما كانتش عام فاشل رياضي مع احترام الشديد لوجهه نظر حضرتك الرياضيين للكوره المنتخب كوره انا معاك 1000% ولو انا مكان اخونا جمال علام كنت استقلت جميل انا لو مكانه كنت استقلت وانا بقولها وانا عنيها انما في نفس الوقت اللي فيه اقول لك طب وانا استقيل ليه ما انا واخد من اللي قبلي طب معلش انا عايز اعرف انت عملت ايه لحد دلوقتي انجازات مش بتكلم بقى كنقد بالظبط قول لي بقى اتحاد الكوره عمل ايه لحد دلوقتي فشل ذريع في كل البطولات من الشباب والناشئين لحد الفيرست تيم طب بتدور على ايه حتى منتخب مصر طب انت عايز ايه مع احترامي يعني طب مش ده احد وسائلك الرئيسيه طب قول لي ايه اللي انت عملته في خلال الفتره اللي انت موجود فيها علشان تصلح او ترتقي انت لما بتيجي كاتحاد منتخب المفروض ان انت قدامك نقاط بتدرسها وعارف من اين تبدا من حيث انتهى الاخرون مش بتبني مش بتهد البيت وتبتدي من اول وجديد مش كده ولا انا غلطان بالظبط محتاجين النهارده انا بس محتاج اسمع من الاستاذ جمال علام راجل خلوق وراجل محترم هو ومجلس ادارته عملوا ايه في خلال الفتره دي بس ببساطه كناقد يعني الجزء الثاني بالنسبه للنجاح لا نجحنا نينجينج حققنا عدد من الميداليات ودي دوره الالعاب الاولمبيه للناشئين والشباب للشباب واحد الحاجات اللي نجحت فيها مصر تماما نجحت مصر في احراز عدد من الميداليات الكبيره جدا في عدد من اللعبات المختلفه ومش عايز اذكر منها حد عشان ما انساش الثاني انما بقول انا بعتبر ده نجاح الدعم اللي بيديه شوف مع اختلافي بقى انا كنت بقول لك ايه من شويه على المهندس خالد عبد العزيز وانا مختلف معاه في حاجه انما لازم اديله حقه اقول له الدعم اللي شايفاه الاتحادات في الوقت ده
ما شافتوش قبل غير مسبوق خالص. جميل. وايه ومؤمن بان الناس ممكن تدي وتعمل وايه الاخر. في اختلافات في اختلاف، لكن الاختلاف لو انت ناجح لازم نقول ان انت نجحت في ده. فانا بقول ان هو نجح في ده وقادر على انه ينجح في الباقي لو قدر ان هو يعني يدي شويه صغيره من التنازلات. اتفضل. طيب اكمل كمان الاجنده بتاعت 2015 قوي يا فندم. برغم ان مفيش دوره اولمبيه مفيش بطوله كاس عالم لكره القدم تحديدا، هم الحدثين الاكبر عالميا بشكل عام. في دوره عربيه؟ لكن في دوره عربيه طبعا 2015 ولم تحسم لحد دلوقتي اين ستقام حتى الان. لم تحسم. وانا كعضو من اعضاء الاتحاد رئيس الاتحاد العربي وعضو المفروض انها تكون في نهايه السنه يعني نوفمبر ديسمبر، وكان في زياره لسمو الامير صاحب السمو الملكي الامير طلال بن مندر رئيس اتحاد رئيس الاتحاد اللجان الاولمبيه ومعاه المهندس خالد زين المستشار خالد زين بصفته رئيس اول رئيس اتحاد الاتحادات الرياضيه العربيه من خارج المملكه العربيه السعوديه. الاثنين راحوا وتقابلوا مع السيد رئيس الوزراء، وكان طبعا 100% معاهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه علشان يتكلموا في حاجه خاصة بده، لكن لم يعلن حتى الآن إذا كانت مصر ستنظمها أم لم تنظمها. لأن طبعا زي ما حضرتك عارف كانت المفروض تتنظم في لبنان واتنقلت من لبنان، اعتذرت عنها لبنان فراحت المغرب واعتذرت المغرب، فالموقف لسه ما لسه ما يحسب حتى الآن. ودي أحد البطولات المهمة الحقيقة، دورة الألعاب الأفريقية السنة دي 2015 المفروض انها في برازافيل بالظبط في مايو في برازافيل، دي احد البطولات المهمه برضه. دوره العرب الافريقيه اكيد واحده من البطولات المهمه. هقول لحضرتك بالرغم ان ما فيش البطولتين الكبار دول الاولمبيات او موجود بطوله كاس عالم لكره القدم، لكن في زخم في عدد كتير من بطولات كاس عالم للشباب 20 سنه ده في 30/5 حتى 20/6، كاس العالم للناشئين 17 سنه في شيلي هتكون 17/10 ل8/11. على فكره شيلي بتستضيف بطوله امريكا الجنوبيه لكره القدم، يبقى عندها بطولتين في سنه واحده. كاس العالم للسيدات في كندا فتره من 6/6 حتى 5/7، وده بدا يبقى ليه مردود كبير. ويمكن الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن رياضه السيدات بشكل كبير. كاس الذهبيه لمنتخبات الكونكاكاف دي هتكون في فتره من 7/6 حتى 26/7. كمان انتخابات الفيفا هتكون في شهر 5 اللي جاي من السنه الجديده. كمان اختيار الكره او جائزه الكره الذهبيه اللي بتنحصر ما بين ثلاثه كريستيانو وميسي ومانويل نوير، اكيد اقرارها واكيد اعتماد الجائزة وتقديمها هيكون لواحد من الثلاثة خلال الفترة اللي جاية. منتخب مصر ما عندوش أي ارتباطات لكرة القدم تحديدا، ما عندوش أي ارتباطات دولية خلال الفترة دي حتى مارس 2016، يعني عندنا فترة طويلة وكبيرة ممكن من خلالها نتدارك الأمور، نجيب مدير فني جديد عنده مساحة زمنية يقدر يلعب ماتشات ودية، يقدر يوقف على تشكيلة رئيسية، يقدر من خلالها منتخب مصر يرتقي وطموحات الشارع المصري الرياضي بشكل عام. طيب نادي الإسماعيلي مباراته مع طلائع الجيش انتهت لصالحه بهدفين مقابل لا شيء. وكمان حابب اقول لكم ان منطقه سوهاج لكره القدم بتستضيف الدوره سي للمدربين هناك، وعاملين اوبشن او ميزه للناس اللي موجوده هناك في الصعيد بنصف الاسعار عشان المدربين تقدر تطور نفسها وتقدر تواكب الجديد في مختلف. تحيه والشكر والتقدير لهم في الصعيد لاهتمامهم بهذا الموضوع تحديدا، رئيس المنطقه المهندس كمال عبد الحميد هاشم، كابتن هشام عبد المنعم موجود كان موجود هناك، دكتور محمود سعد، وراح النهارده استاذ جمال علام ودكتوره صحر الهواري، وكان موجودين هناك عشان التكريم والاحتفال. بص المنظر جميل ازاي يا استاذ احمد. طبعا حاجه جميله. طب ما هو الناس بيعملوا حاجه اهو. بيحاولوا، كله بيحاول وكله بيجتهد. انا عايز اقول لحضرتك انا متفق معاك في كل اللي قلته وبحترمه جدا، لكن النظره اللي حضرتك بصيتها للرياضه في سنه 15 اللي احنا فيها 2015 و2016 دي نظره كوره. فانا عايز اقول ان 2015 من اهم السنوات و2016 للالعاب التي لا يسمع عنها. ليه؟ خاصه ان منتخب مصر اول حاجه رسميه 3 مارس 2016. جميل. انا بتكلم على الالعاب الاخرى بقى. انا مش كروي خالص، انما بتكلم على الالعاب الاخرى. ايه اهميتها؟ ان بدا فتح الباب بتاع الرانكينج لتجميع النقاط او قوائم التصنيف لتجميع النقاط اعتبارا من دلوقتي لحد شهر يونيو 2016 مختلف مع مختلف بعض التواريخ للاتحادات عشان التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. فالسنة دي والسنة الجاية لحد يونيو يوليو قبل دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو هيبقى
الموضوع صعب جدا 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 لكل الالعاب وذو اهميه قويه جدا ان اي حد بيحاول ان هو يحقق علشان يقدر ان هو يتاهل لدوره الالعاب. طيب خلينا نتابع موضوع السوشيال ميديا وفي كام فيديو كده مختار عايز اعرف اسمع كمان رايك فيهم. خلينا نبدا بالفيديوهات اللي عندنا وتحديدا ضربه حره مباشره بتتعمل بطريقه غير تقليديه. هي ما نجحتش في التنفيذ ما اصبحتش هدف في الاخر ولكن بص الطريقه اللي اتعملت بيها محاوله منهم انهم يتفادوا دول الحائط اللي موجود قدامه. محاول كمان ما عدتش الحيط ما عدتش الحائط البشري اللي موجود. انا شايف ان دي شوي شويه على انها تكون عمليه. لان كره القدم يجب ان تكون سريعه. ما يمكن كل الطرق اتحفظت. طيب حاول يستحدث حاجه جديده. يستحدث حاجه جديده يبقى لازم يبص من الناحيه الفنيه كيفيه التغلب على الحائط الامامي بطرق باص بطريقه شوط الكوره بطريقه او باخرى زي الكوره اللي كان بيعملها طاهر ابو زيد من خط ال 18 وقاعد يتمرن عليها عمره. ممكن تكون دي ضربه حره غير مباشره ممكن تكون لازم الباص ده الاولاني. طيب خلينا نروح لفيديو ثاني. هازارد بيقولوا عليه كمان بنكهه مصريه. هازارد ده النجم البلجيكي مع منتخب بلاده عشان الكره شراب. الكره صغيره فبنسميها الكره شراب. سماعات عاليه طبعا كاميرا وجت في الكاميرا كويس انها ما جاتش في عين المصور. طيب نروح كمان عندنا كمان صوره لملعب جديد ملعب في سنغافوره ملعب معمول فوق سطح الميه موجود بشكل عام. فكره مستحدثه واظن ان منظره كمان منظر جذاب وفكره جديده ممكن من خلالها ان انت تتغلب على نواحي كتير. وكمان استاذ كابتن احمد يقول لنا بشكل اكبر قد ايه امكانيه ان يكون عندي ملعب موجود على سطح الميه بقدر من خلال ان انا اجهزه ان انا استضيف بطوله. شايفين المدرج من اتجاه واحد. انا شايف ان دي فكره اقتصاديه جدا تجارية جذابة لنوع من أنواع كيفية الظهور بشكل جديد. أن الناس تحس بعدم الملل في أنها قاعدة في منطقة مقفولة فقط بيتفرجوا إما بيتفرجوا على الكرة بيتفرجوا على بعض فبتضيف لها بعد جديد. بتضيف لها نوع من أنواع البيع الجديدة لمكان زي ده لأن طبعا كرة القدم تجارية من الدرجة الأولى بالزبط. كل حاجة فيها لها تمن. كمان كابتن أحمد مرتبطة بالمواني بشكل كبير حتى في اقتصادها. يعني كمان لما تروح تلعب ملعب تعمل ملعب أو تفتتح ملعب جديد تروح للنواحي الخاصه بيها. تمام عشان كده ده رد الفعل. هي بتاخد من الكالتشر بتاعها بالزبط. وتشوف ازاي تتفوق. موضوع الاقصر عندنا كنا بنتكلم فيه بالظبط بالظبط من الكالتشر بتاعها وازاي تقدر تضيف عليها توظفه بالزبط. بشكل جيد اظن انه هيكون ليه مردود بشكل طبعا جميل الفتره اللي جايه لما نيجي نخطط ونتعاون ونساند مع بعض عشان تنجح المنظومه بشكل عام. وزي ما حضرتك قلت من شويه احنا لازم نغلب المصلحه العامه ونبعد عن الموضوعات الشخصيه. طيب امل بكره مستقبل الرياضه في مصر شايف ازاي وزي ممكن شويه حاجات بسيطه نعملها نقدر انها تفرق معانا بشكل عام. الايجابيه يجب ان انا اكون ايجابي وعندي القدره والشجاعه ان انا لو مش قادر اعمل حاجه امشي. مش لازم لا جمعيه تمشيني ولا حد يقول لي امشي ولا حد يجبرني على المشي. هو ده المفروض يكون ضميرنا دلوقتي. انا قادر ادي قادر انتج قادر اساهم قادر اساعد قادر ان انا اعمل اي حاجه صغيره تقدر ان هي تخلي البلد او اسم مصر يتقدم ويتفوق يبقى انا لازم ابقى موجود. لو انا بقى غير كده لازم يكون عندي الشجاعه ان انا اقول متشكرين يا جماعه السلام عليكم. مفروض كده هو ده اللي هيؤدي للنجاح. غير كده انسى. انما لو فضلنا نعمل ونقول لا والله اصل لازم نجيب رقابه على الرقابه ورقابه على الرقابه ولازم مش عارف مين ينزل يفتش على مين وين يعمل. طب مش فاهم يعني مش هنحط على كل مسؤول مفيش ربنا يعني تراعيه بالظبط مثلا يعني ما ربنا ده اكبر من الكل. لو رعيت ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء بتعمله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. تناشد الجمعيه العموميه تقول لها ايه؟ انا جمعيه عموميه فيهم بشكل عام. جمعيه عموميه بشكل عام بقول لها ان هي صاحبه الحق الاصيل ويجب ان تنظر الى مصلحتها العامه للبلد وليس فقط
للمصالح الشخصية. أشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وحوار معك ممتع بشكل كبير. الله يخليك، متشكر جدا. شكرا جزيلا كابتن أحمد نصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، كمان عضو الاتحاد الدولي لرياضة الثلاثي، وبالتأكيد كمان إعلامي كبير. قدرنا من خلال نقاشنا معاه نعرف رأيه ونشوف ماذا يجري في كواليس، واجتماع كمان الاتحادات الرياضية مع ممثل اللجنة الأولمبية الدولية. شكرا لكم كمان أعزائي المشاهدين على حسن الاستماع، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء آخر يتجدد من خلال برنامج الملعب. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.